معنا تقرير تاني لنجم انت ساعدته كتير قوي ولحد ما وصل وقف على رجليه وهو ياسر ريان. ايوه تعال نشوف ياسر ريان هيقول ايه ونرجع تاني نتكلم معاه. مساء الخير على كابتن مصطفى عبده حبيبي ومثل الاعلى، كابتن محمد عامر اخويا الكبير والشخصيه المحترمه. مفيش عندي حاجه طبعا اقولها غير اللي انتوا جيل محترم خلتونا نحب فعلا النادي الاهلي. انا من الناس اللي عشاق النادي الاهلي، وانتوا اللي خلتونا الجيل اللي هو جيل السبعينات وانت طالع بقى والثمانينات ده عرف قيمه النادي الاهلي من خلال الشخصيات الجميله اللي بنشوفها واللي اتفرجنا عليها في الماتشات اللي هي ماتشات السبعينات والثمانينات. تحيه لكابتن محمد عامر، بقول لك كل سنه وحضرتك طيب ودايما ان شاء الله نشوفك على خير، ونفسي ان شاء الله تكون موجود في مكانة تليق بيك. واتمنى من خلال رسالتي لكابتن محمود الخطيب، لابد كابتن محمد عامر يكون لوجود في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، واشكركم مره ثانيه وبتمنى لكم حلقه جميله ان شاء الله باذن الله. شكرا. ياسر ريان. هتقول ايه على ياسر ريان؟ ياسر ريان على فكره احنا اللي جبناه انا وفتحي مبروك المنصوره، 19 سنه من المنصوره. اه كان مميز جدا في المنصوره، واتكلمنا ان احنا نجيبه. كنت انا بشتغل مساعد مع فتحي مبروك في 19 سنه وجبناه، وكان فعلا يعني ليه صولاته وجولاته في فريق النادي الاهلي، وما شاء الله يعني كان من اللعيبه الصراع جدا بالكوره، وكان يعني كان ليه تاثيره في الفريق الاول في النادي الاهلي.